نتابع وياكم لحظات قليلة، نتعرف على المركز الرابع والمركز الخامس. كانت الانطلاقات سريعة والحضور الكبير من هؤلاء الأبطال والشعارات التي انطلقت وتواجدت. نتابع وياكم. المركز الرابع حضر وتواجد في هذه اللحظات نايف حمد بن سالم بن سعيد الجربوعي، حضر مع المركز الخامس هنالك شعار السفير نايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري مع المركز الخامس. التواصل مستمر مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوطنا التاسع عشر يسير بحفظ من الله تعالى ورعاية نسير مباشرة مع أول الأسماء، مع أول المراكز. هنا صوغة راشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي من يقدم لنا شعاره مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني التواجد في هذه اللحظات القادم في هذه اللحظات مشاهد الكرام والقادمة في هذه الانطلاقة. الدوحة سالم بن هادي بن سالم الفهيدة المري مقدما لنا انطلاقة الدوحة مع المركز الثاني والمركز الثالث. التواجد في هذه اللحظات من قبل الشادن سويدان بن سلطان بن سويدان المالكي من يقدم لنا اندفاعة الشادن مع المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر القادمة في هذه اللحظات تتقدم هنا الظبي محمد بن زايد بن طرجم السهلي من يقدم لنا انطلاقة أيضا هذا الاسم المميز مع المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدين الكرام اللي من عمق الميدان تتقدم هنا في هذه اللحظات القادمة مشاهدين الكرام الريم جابر بن عجيان بن محمد آل جحيش المري من يقدم لنا اندفاعة الريم مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من قبل اللي وصلت مشاهدين الكرام يثرب القادمة صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة من يقدم لنا يثرب مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا نخبة من الأبكار اللقاية وأيضا الشعارات المميزة الحاضرة في مسار هذا الشوط. عودة إلى البداية إلى المركز الأول إلى الصدارة. هنا الشادن من غيرت وانتقلت إلى صدارة هذا الشوط بشعار سويدان بن سلطان بن سويدان المالكي يقدم لنا انطلاقة الشادن بتحدياته المميزة مع الصدارة، بينما المركز الثاني صوغة راشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي مع المركز الثاني. المركز الثالث تأتي هنا يثرب لصالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش آل نابت يقدم لنا يثرب، بينما المركز الرابع الوصول من الدوحة سالم بن هادي بن سالم الفهيدة المري، والمركز الرابع وصول وتقدم من العبور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري بدأ يقدم لنا شعاره في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. ولكن شوف القدوم من شقرة عيسى بن سعد بن سلطان المسيفري يصل ليقدم لنا شعاره من خلال تقدم شقرة في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة. عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى المركز الأول. الشادن الشادن لا تزال هي القائدة لهذه الأسماء والتحديات الأولى مع بوابة الكيلومتر الأخير والخطير. ما شاء الله تقود الأسماء أيضا بشعار سويدان بسلطان بن سويدان المالكي من يقدم لنا الشادن بتحدياتها المميزة والكبيرة، بينما بن ضابط يأتي من الجانب الآخر مقدم لنا العبور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، والمركز الثالث هنا من تتقدم أيضا شقرة عيسى بن سعد بن سلطان المسيفري. يا سلام شوف القدوم أيضا من يثرب القادم بشعار بن حبيشة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري يصل أيضا شعار الدهن في مسار هذا الشوط، ولكن عودة مع الصدارة مع المركز الأول مع البداية العبور الشادن يثرب
يثرب وأيضا شعار الدهن من الجانب الآخر، ولكن الله يا سلام العبور العبور مع الصدارة مع المركز الأول عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري يقدم للعبور مع الأمتار الأخيرة والخطيرة يثرب مع ثاني التحديات، بينما شعار الدهن أيضا من الجانب الآخر يتقدم، ولكن العبور صامدة مع الصدارة مع المركز الأول بن ضابط عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. ما شاء الله العبور العبور تعبر إلى بر الأمان إلى الناموس والانتصار. مشكور يا أبو مطر، تهانينا والناموس لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. سلام إلى هالي الخريب على هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا والناموس لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام من الوذنة لمبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري. والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت هنا يثرب لصالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت. والمركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام من رسمية محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من الشادن سويدان بسلطان بن سويدان المالكي. تابعنا هذا الشوط ولكن كان شعار بن ضابط حاضر مقدما لانطلاقة العبور. 6 دقائق 17 ثانية 36 جزء من الثاني. تهانينا يا ابو مطر على هذا الاداء المميز والكبير واختطاف العبور ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان الوصول من الوذنة. 6 دقائق 17 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري. المركز الثالث كانت يثرب ايضا بشعار بن حبيش. 6 دقائق 18 ثانية 42 جزء من الثاني. تهانينا والناموس صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت. تهانينا والناموس للجميع.